يعني كاين المسرح ديال تاع الهيبان مانيرا تجاوب اسماء اللي فازت يعني مجموعه ديال الجوائز على المستوى الوطني كنلقاو يعني هادو كيتقصاو كاملين كنجيبوا واحد الفرقه اللي ما عندها حتى شي علاقه بالمدينه ولا بالمسرح على المستوى الاشعاع يعني اللي واكب هذا المهرجان كيلاحظ ان هذا المهرجان يعني ما فيهش جوج صفوفه تقريبا ديال المشاركين في تقريبا جميع المدن يعني خريقه ولا الجع ولا مصر يعني هذا المهرجان ما قادرش يدير الاشعاع حتى على المستوى المحلي فبالاحرى الاشعاع على المستوى العربي او الافريقي او الدولي وهي حصر هذه الدوره يعني 18 في المقابل يعني كنشوفوا غير جمعيات يعني بسيطه اللي عندها امكانيات بسيطه هي مقارنه مع جمعيات دروبنا يعني اللي كيقول التوقيت ولا الشتاء ولا هذا يعني كتنظم المهرجانات في اوقات يعني صعيبه وبعض الاحيان في الشتاء وكنلقى ان يعني تغص بالجماهير يعني الناس كتخدم على التعبئه في حين ان الناس يعني انا كنشوف ان الخدمه ديالتهم كاينه غير في لي زوطيل الماكله والشراب يعني على المستوى الاعلى على مستوى التعبئه والدعايه راه ما كاينش وجود فعلي يعني انا صراحه كنتحسر على ان السنوات اللي دازت فيها المهرجان ديال الغمر يعني ايام كانت كتسيروا الجمعيه كنا كنشوف يعني وكلاء ثقافيين ديال البحرين ديال سلطنه عمان ديال الامارات وكان المهرجان كتجي كتلقى عنده صدى يعني في الاعلام العربي وفي الاعلام الدولي وكتقرا في مجموعه ديال الجرائد في حين ان حاليا يعني راه ما كاينش اشاعه حتى على المستوى الوطني كاين تهميش ديال الفعاليات الاعلاميه والجمعويه هاد الناس خدامين بوحدهم ايضا على مستوى يعني التنميه الاقتصاديه يعني في الوقت لان هاد المهرجانات الثقافيه مطلوب منها انها تحرك عجله التنميه الثقافيه والاقتصاديه داخل المدينه كنلاحظوا ان هذا المهرجان وخصوصا الدوره الاخيره جميع لي مارشي اللي دازو حتى شي واحد من الاقليم الاخرين لا سونوريزاسيون ولا التصوير ولا لا سونوريزاسيون ولا الطباعه فقط كانوا لي غارديان تقريبا اللي كانوا ديال الخليقه حتى المزير جاي من خارج الاقليم حتى اللجنه التنظيميه جايبه السيد المندوب الجهوي جايب بريات من بني ملال كياكلوا كيشربوا في لوطيل وكان تقريبا ما فيهاش بنات يديروا اللجنه التنظيميه يعني كاين واحد المجموعه ديال التصرفات الممارسات يعني انا ما نقدرش نطرح في جلسه عامه للاسف هاد الفلوس كتمشي كتضيع هباء حنا ماشي ضد عبيد الطرنا وماشي ضد ان هذا المولود نحيه وندافع عليه ولكن يعني كيحس في النفس ان فاش كتلقى واحد المهرجان ديال قناوه اللي في الصويره ولا مهرجان اصيله اللي كيشكل واحد يعني دوره اقتصاديه وكيحرك التنميه في المدينه كامله والمدينه كامله كتاكل وكتشرب معاه هذا المهرجان يعني جايب الناس من بني ملال هما اللي دايرين التنظيم المسير تاع هو جايبينو بالامس كان مجلس الجهه تريتور تاع هو جايبينو من بني ملال يعني يحس في الناس هذه المدينه واش ما عندهاش اللي يدافع عليها ولا اللي يوقف عليها بلا ما نهضروا على ان هاد النسخه يعني اصبحت يعني نسخه مكروره كربونيه كتعاود نفس العمليه كيبدا افتتاح غناء تكريم وكتسال والفلوس كتمشي انا كنلتمس يعني من رئاسه المجلس ان هاد النقطه ترجع اولا يدار واحد اللقاء دراسي يدار فيه واحد التقييم يعني موضوعي حضور جميع الفاعلين والشركاء في هذا المجال باش نشوفوا يعني شنو هي القيمه المضافه اللي كيقدمها هذا المهرجان للاقليم عموما والمدينه خاصه ثانيا يعني نفتحوا مجموعه من الافكار اول حاجه ما يمكنش كدير اتفاقيه شراكه وما كاينش ديفتر تحملات مهرجان السينما الافريقيه مزيرينهم ديفتر تحملات في مجموعه من الامور هذا كيجبد الفلوس ما كاين ولا التزام تجاه الجماعه ولا التزام وبالتالي خصنا نفكروا انا كنت نصيحت مع الجماعات يعني المجاوره اللي كتنطق في المهرجان يدير ديفتر تحملات ولما لا يعني راه جبتها الصيغه ديال الجمعيه انك لاحظ ان المهرجانات دابا الحاليه اللي كاينه على المستوى الوطني يعني كتبقى مخاطب واحد عندك هو عندك جمعيه حاليا ما كتعرفش معاهم تهضر كتهضر مع المندوبه الاقليميه كتقول ماشي انا المندوب الجهوي اللي كيدير المندوب الجهوي تيقول المندوبه الاقليميه تيقول لك لا الوزاره مع من غتخاطب مع من غتهضر وبالتالي انا كيبان لي ماشي اشكال اننا نزيدوا ولا نقصوا ماشي هذا هو المشكل ولكن المشكل خصنا نعرفوا فين كتشد الفلوس وبالتالي انا كنلتمس اننا نراجعوا هذه النقطه ويدار واحد اليوم دراسي محمد مغار عضو مجلس الجماهير الخليلية اليوم كاين الدورة ديال اكتوبر الملاحظة هو ان جدول الاعمال جاف كان علينا من بعد مرور 3 سنوات ناقشوا نديروا التقييم لها 3 سنوات مدى انجز وشنو تنجز شنو في طريق الانجاز فاذا به جدول الاعمال كيضم عقد اتفاقية شراكة مع جماعة الاخوان بوابة الكترونية حنا باقي تنعيشو في قرية كبيرة ما عرفتش التكنولوجيا واش كتسير هاد الفوضى اللي كنعيشو فيها خصنا بعدا تنظمو هاد علين جدول الاعمال جاف كنا كنتظرو
الساكنه ديال خويبيه كانت نطالب الانجازات، كانت نطالب. واش كان عندكم شي اقتراح انتم كحزب؟ من طبيعه الحال صوتنا صيحه في واد. ذكرنا بالحزب السي ابغار. الحركه الشعبيه. الحركه الشعبيه. على اي ملي كتكون مقاربه تشاركيه كتقترح ربما في الاحاطه ديال السيد الرئيس بعض الاخوان قدموا اقتراحات لدرجه جدول الاعمال جمله وتفصيلا رفضت. لهذا كنتمناو دار برامج ديال الاشتغال. الساكنه كتنتظر بزاف ديال الحوايج. مثلا بحال اش مثلا؟ حيت مازال هذا ربما غير الشطر الاول، راه كاين اربعه. عندنا الحفاري في خويبدا، كلها حفاري. عندنا خويبدا ولات فندق كبير بالمفهوم العامي. نعم. ذاك الفندق فاش كيتربطوا البهايم والفراس ومباع المتجولين كاع. مدينه في عباءة قريه. لا هي مدينه قريه في عباءة مدينه، العكس هو صحيح. كترحب، هي قريه معماريه. وكترحب بالنسبه للاقاليم اللي كيتواجدوا في الجهه كلهم اشتغلوا من بعد التعيينات وقع جديد في السطات مثلا. سي امغار، سي امغار دابا واش تهضر لي على جدول الاعمال في 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 جميع لان راه فيه اربعه ديال الشطور، حيت كاين هذا الاربع ولا اربع المجه، يعني راه فيه تقريبا. واش تهضر عليه بشكل عام ولا غير هذا الجدوله ديال اليوم؟ لا هو الاربعاء. هو تنهضر على اليوم 3 اكتوبر. وفي المجمل العام الى 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 قريتي الدورات كلها ما كاينش شي حاجه اللي كتبلور الاعمال الجماعي ديال المجلس. نعم. اذا انت طالب نعم المواطن والمسؤولين على الناس اللي يوضعوا الثقه ديالهم في هذا المجلس كاين عندهم انتظارات. انتظارات على مستوى التنميه، على مستوى تعبيد الطرق، على مستوى التنظيم، على الاقل على مستوى الحدائق، على مستوى الخصائص اللي خاص. شكرا سي امغار. شكرا. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.